أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وأكد التحالف بأن هناك محاولات ممنهجة من المتمردين الحوثيين لاستهداف الأعيان المدنية، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. ينضم إلينا من الرياض مراسلنا علي الشريف والمزيد عن هذا التطور. نعم علي، تفضل. نعم فضيلة، بالفعل هناك رصد من قبل قوات التحالف العربي بأن هناك نشاط عدائي من قبل الميليشيات الحوثية في عملياتها الممنهجة الإرهابية التي تستهدف بها المملكة العربية السعودية. خلال الأيام الماضية كان هناك استمرار لهذه العمليات، أكثر من 360 صاروخ باليستي تمت استهداف بها المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، وأيضا أكثر من 600 طائرة بدون طيار كانت تحاول الميليشيات الحوثية أن تستهدف به المدنيين والأعيان المدنية. الميليشيات الحوثية تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف الدولية، متخذة بذلك القواعد المدنية لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية أو في داخل اليمني. الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية واجهت خسائر عديدة في عدد من الجبهات في مأرب، كلفت هذه الميليشيات خسائر في الأرواح وكذلك في العتاد، مما أدى بها إلى تكثيف مثل هذه العمليات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية. بهذه العمليات العدائية ترفض كل المساعي الدولية التي تحاول إنهاء الأزمة، رغم كل القرارات الدولية التي تحث على إنهاء الأزمة، إلا بأن هذه العمليات هي تضع مصالح إيران الميليشيات الحوثية ومصالح إيران ومصالحها في تقويض أمن المنطقة وعدم استقرارها بهذه العمليات. وأكد التحالف على أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي في مثل هذه العمليات. نعم فضيلة، شكرا لك علي الشريف مراسلنا في الرياض.